السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة كانت مزيانة، الحمد لله فرحان بزاف باش رجع للملعب الأم واللي ديال المدينة ديالنا ديال أكادير، اللي هو ملعب زوين واللي من الصغر هو الحلم ديالي نلعب فيه كلاعب بروفيسيونيل. الحمد لله كانت الأجواء زوينة، الماتش كان مزيان، دوماج النتيجة ما كانتش صالح ديالنا، ولكن غادي نكملوا الخدمة إن شاء الله، وحنا عتيقين في البوتونسيال اللي عند الدراري ديالنا وفي الخدمة اللي كنديروا إن شاء الله. الماتش الجايين يكون الخير. التوقف ديال البطولة هو واحد الحاجة مهمة، حيت في الوقت ديال الروبو غادي نحاولوا نستافدوا ماكسيموم ونريكيبيريو، وتا طرافاي غادي يكمل ما غاديش نحبسوا إن شاء الله، باش في لافاز ديال الريتور إن شاء الله نكون أحسن من الآخر. بون سي توجور أمير دو بيرد ماتش. Voilà, c'était difficile. On est venu ici pour gagner ou même rentrer avec un point. Malheureusement, on a perdu, ça fait mal. Voilà, on prend 3 buts sur penalty. C'est difficile, mais bon, c'est le football. Là, il y a une pause. On va bien se reposer et préparer, bien préparer la reprise.